السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء رأيكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. حياكم الله. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، وثقت كاميرا للمراقبة حارس مدرسة ثانوية الفردوس للبنات بمنطقة العامرية بالعاصمة العراقية بغداد. بداية التصوير، سيارة لاند كروز تطبق باب مدرسة، يجي الحارس يحكي ويا أبو السيارة اللي رايح يستلم بناته من المدرسة وراء بعد أدائهم امتحانهم. يشتدون بالحكي بيناتهم لحد ما الأمور تكون طبيعية لحد هذا الشيء. لكن المو طبيعي بالفيديو اللي يطلع هو بعد ما اشتدت المشاجرة بين الحارس وبين صاحب السيارة، حارس المدرسة يجر سلاح رشاش كلاشنكوف يرمي على الرجال على أساس أنه تحارش ببنية. بس التصوير يبين أنه لا أكو قضية تحرش ولا شيء، الموضوع كله على مود طبقة السيارة حسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف الفيديو اللي انشر اليوم. هذا جندي. شخص يعمل حارس مدرسة، اجى شخص، فلنفرض انه هذا الشخص طبق بصورة غير صحيحة، فلنفرض انه سد باب المدرسة، لكن هل من حق حارس المدرسة أنه يرمي على مواطن مثلاً ويخوف البنات ويخوف الطالبات؟ هذا الموضوع ما مر مرور الكرام، العالم تفاعلت وياه وكانت أكو تعليقات حول الموضوع على منصة فيسبوك. سمير أبو يعقوب يقول هذا استهتار، لأن شنو الجريمة حتى يستوجب العفو تطلق النار ضده؟ وهل شهر السلاح ضد البشر ليس له قيمة فقط قتل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عندكم سلام الغالب الموسوي يقول مهما كانت الأسباب، ما دام الرجل المسن لا يحمل سلاح فلا يحق لهذا الشرطي أن يطلق عليه النار، كان بإمكانه استخدام طرق أخرى لمعالجة الموقف. حارث اللامي يقول أعتقد أن الحارس تسرع باستخدام الرصاص الحي ضد مواطن أعزل وكبير في العمر، وكان لابد أن يتبع إجراءات أخرى بعيدة عن استخدام السلاح. وعدنان عبد يقول خبر من قريب على المكان، الرواية ليست هكذا، السيارة عطلت والرجال عمره 60 سنة. يا بنات يا تحرش، هاي يسموها فرة للتخلص من ورطة الحارس بعد أن تشاجر معه وأطلق الرصاص عليه. هذه القضية الأولى، يعني سيارة عطلت، شخص طبق بالحالتين يستوجب أنه نطلق الرصاص على شخص حسب ما ذكر لنا عدنان أنه عمره 60 سنة، والقضية أيضا أنه هذا الشخص رايح دا يستلم بناته من المدرسة. القضية اللخ استخدام السلاح بالعراق، يعني ليش صار بهالسهولة هاي لدرجة أنه أي مواطن أي شخص عنده سلاح يقدر يستخدمه بأي لحظة من اللحظات؟ هذه القضية الأولى اللي حبينا نتكلم عليها، السلاح المنفلت. هاي القضية اليوم بباب مدرسة، لكن هي بشكل عام هو السلاح المنفلت. قضية اللخ، حارس المدرسة من المفترض هو واجب حماية المدرسة، لكن شنو السبب اللي يخليه يشهر سلاح؟ زين حارس مدرسة ليش شايل سلاح اصلا؟ منو جوا يعني دا يدرس او دا يمتحن؟ هاي النقاط اللي أتمنى تشاركونا بها على أرقامنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة جوا اليوم. وعدكم رقم آخر اللي هو مو من الداخل اللي تحته للمشاركة عبر واتساب. ملفنا الثاني اللي راح نتكلم عنه اللي هو طلبة المتميزين وذويهم. سووا اليوم وقفة احتجاجية رفضوا بها امتيازات وزارة التعليم العالي اللي وصفوها أنه هي ظالمة بحق الطلبة وجهودهم خلال فترة دراستهم بمدارس المتميزين.
الطلبة المتميزين رفضوا الامتيازات اللي وافق عليها التعليم، وأكدوا أنه هاي ما تعتبر امتيازات، والدولة وهاشتاك أنقذوا الطلبة المتميزين للتعبير عن رفضهم لهذا القرار. مشاهدينا الكرام، هاي الوقفة الاحتجاجية اللي سووها اليوم. أعداد الطلبة المتميزين المقبولين فيها للسنوات السابقة على الأقل الثلاث سنين السابقة، وليتسنى لها معرفة النسبة الحقيقية، ولكي لا نظلم طلاب المدارس الاعتيادية، وأعتقد أن نسبة 50% أو 40% هي نسبة عادلة. ثانيا، المفروض أن يكون الحد الأدنى للقبول بفارق 6 درجات على المعدل على الأقل أثناء التنافس في قناة المتميزين. ثالثا، تخفيض الأجور في الكليات الأهلية التي تحتوي على اختصاصات المجموعة الطبية والهندسية بما لا يقل عن 50% أسوة بالكليات الحكومية. لطالما ناشدنا الجهات المسؤولة وخصوصا وزارة التعليم العالي على انصاف ابنائنا هؤلاء النخبة من الطلبة المتميزين الذي يعتمد عليهم البلد. هم يعتبرون مشروع علماء للبلد وبناء البلد. نفاجأ بقرار مجحف بحقهم، قرار مجحف يعني فعلا وصفناه بعقوبة وليس امتياز، عقوبة هذا القرار، هذا القرار مجحف بحق هذا أبنائنا. ظلم بحق طلابنا، ظلم 6 سنين احنا ندرس وياهم تعبانين، ظلم والله بحقهم، والله العظيم. مرفوضة 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 مرفوضة. هذا موضوع المتميزين اليوم. أيضا مامر مرور الكرام علق على الهاشتاج اللي هو أنقذوا الطلبة المتميزين على منصة تويتر عندكم. محمد قاسم يقول حق المتميزين يؤخذ ولا يعطى كصدقة من وزارة التعليم العالي، لا تنفع بل تضر هذه الطبقة من الطلاب، هاشتاج أنقذوا الطلبة المتميزين. حوراء الحسناوي تقول بسبب فشل الحكومة الطاقة الاستيعابية لمجالات الطب ما تتحمل هواي طلاب، فحلهم كان أنه يتنازلون عن حقوقنا ويساوون طلاب درس مناهجهم باللغة الإنجليزية 6 سنوات واجتاز اختبار ذكاء وصمد أمام معدل بقاء بطالب درسهم بلغة العربية حتى تقل نسب قبولنا بسبب صعوبة مناهجنا، هاشتاج أنقذوا الطلبة المتميزين. علي المهندس يقول طلبة مدارس المتميزين يدرسون المناهج الدراسية بالإنجليزي ومن صف أول متوسط، دخولهم للمتميزين جاء بسبب اجتيازهم امتحان الكفاءة والمنافسة، دراستهم كلش صعبة، برأيي هم يمثلون النخبة ويستاهلون امتيازات أكثر فيما يخص قبولهم بالجامعات وخاصة المجموعة الطبية، هاشتاج أنقذوا الطلبة المتميزين. وأحمد حسن يقول سبحان الله، رئاسة وزراء ولا يهمها درة العراق وطلبة المتميزين ولا وزارة التعليم ولا وزارة التربية، الكل مغلس وتحسه فرحان وراضي بالتدمير لهذه الفئة، طريقتهم نغلس كم يوم وتفض السالفة وتحقق اللي نريده بتدمير عقول المتميزة، هاشتاج أنقذوا الطلبة المتميزين. كان هذا أغلب التعليقات حول هذا الموضوع. أول اتصال ويانا اليوم أبو سمية من الأنبار، حياك الله يا أبو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي الكريم، في الموضوع الأول حول دعوة تحرش أحد الناس للطالبات وقيام أحد الحرس بإطلاق النار عليه بحجة وجود التحرش بإحدى الطالبات أو ببعض الطالبات. أخي الكريم، هذه الأحداث في هذا البلد الذي ضاع فيه القانون ليست غريبة وليست جديدة علينا. لماذا؟ لأننا ليس عندنا من المجتمع وليس عندنا دستور يحيط المجتمع بمجموعة قوانين تحفظ لكل واحد حقوقه. فهذا إطلاق النار الذي حدث إنما أتى من لسبب علم الناس بأن الدستور وأن القانون هش أيا كان في أي وقت وفي أي مكان، أن يطلق النار وأن يتجاوز على أي أحد ثم بعدها يستطيع أن يخرج ويفلت من قبضة القانون بسبب أو لآخر، أما بسبب محسوبية أو بسبب الرشا أو لأسباب أخرى لا تتعلق بالقانون كثرت هذه
الأحداث. نعم. أما فيما يتعلق بمدرسين التي تطالب بمعدلات عالية، يا أخي الكريم، وزارة التربية وأنا كتربوي أخاطبها وأقول لها دمرتم التعليم في هذا البلد بقراراتكم، أما أن تأتي متأخرة أو أنها تأتي لا تصب في مصلحة الطالب. ألا تنظرون إلى العهد السابق وأيام الثمانينات وكيف أننا خرجنا أجيالا بل وغزت كثيرا من بلدان العالم وأبدعت وقدمت فيه المشاريع بسبب أن نظامنا التعليمي كان نظاما دقيقا ومضبوطا. نعم. اليوم التعليم نعم أفشلته وزارة التربية بمعنى الكلمة، أصبح يخرج أجيالا للأسف تمسك المناصب ولا تعرف كيف تقود العملية التربوية. ما طالب يأتي من مدرسة المتميزين ثم تأتي وزارة التربية لكي تطلب معدلا أعلى وبالتالي تغبن حقوق المتميزين المستحقين لهذه المدارس. وشكرا لبرنامجك. شكرا شكرا لك أبو سمية. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ أفر. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي الغالي. أستاذ أفر، بالنسبة لهذا الموضوع احنا ما أقول لك جديد علينا، بس احنا من 2003 غياب الحكومة، احنا لحد الآن ترى خاف أحد يقول لك عندنا حكومة، ما احنا تحت مافيات تحت عصابات بكيفهم. ولا انت كيف كحارس تطلع برا؟ انت حارس مدرسة، حارس مدرسة يعني داخلية، اذا شفت هذا الموضوع يفترض منك يا حارس المدرسة، لان انت رجل امي لا تقرأ ولا تكتب، عندك مدير مدرسة، عندك معلمين، يفترض منك الطب عليهم تقول يا باكو موضوع واحدة. انت شنو اللي يخليك تحمل رجل، والرجل هذا انت مو قاضي حتى او رجل امني حتى تروح انت تتصرف بكيفك. فيا استاذ عفل، احنا هذا كله غياب امن، ماكو قانون، ماكو رادع، ماكو فوضى، احنا تحت فوضى يا استاذ عفل. نعم. خلي يسمع الشعب العراقي، احنا فوضى هسه لحد الان، ولا 8 اشهر بالله عليك متكاونين بيناتهم على مود رئيس جمهوريه ورئيس وزراء. اي بلد هذا اللي نحكي عنه يا استاذ افل؟ اياهو عمي هذا بلد انتهى استاذ افل، يتوحد وكلمته واحده والله لنبقى العراقيين الى متى الدار يجي. وانا اشكرك اخوي العزيز. نعم، شكرا 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 جزيلا لك اخوي العزيز ابو عراق. ننتقل الى ملفنا الثالث وبي قضيه اهالي منطقه زراعي التحرير بمحافظه دياله، اللي ناجدوا الجهات المعنية لتوفير مياه للمنطقة اللي تعاني من شح المياه من سنوات، وأنه أغلب سكان المنطقة عارضين بيوتهم للبيع بسبب عدم حل هاي المشكلة. هذا ما وصفه خطط إيران لتدمير الأراضي الزراعية من خلال قطع المياه عن العراق، وأنه أغلب سكان محافظة ديالى يضطرون لبيع أملاكهم والهجرة من المحافظة بسبب شح المياه اللي تعاني منها المحافظة. خلونا نتابع. نحن أهالي زراعي التحرير الحولي زراعة محمد ديلة، نحن نعاني من شحة المياه منذ 3 سنين أو 4 سنين. طبعا كل يعني بالصيف هاي الثلاثة شهور العالم تعاني، هاي صار 15 يوم الناس ما عندها مي، ما عندها مي، والناس جاي تعاني، وأصبحت الناس تشتري مقطورات ب 15,000 دينار، والناس كلها على رجلها، اللي عمالة اللي قاعد إيجار، يعني واحنا بلبة المحافظة يعني، وهاي كارثة. يعني ناشدنا صار لنا سنين الناشد، ما حد استجاب لنا ابدا، ما حد استجاب، ياهل يجي يقول نعم ويروح، يجي المي يوم يوما وينقطع. احنا نريد نفتهم السبب شنو، اذا احنا مو مواطنين خلي يقولوا لنا نرحل. اكثر العالم تعال، انا اتمنى يجي احد المسؤولين يزور هذه المنطقة ويشوف معاناة الناس، اكثر طب للمنطقة ويشوف كل البيوت معروضة دار للبيع. الناس عانت ما عانت، بدمها جمعت المال واشترت وتريد تعيش بكرامة، ما تريد غير المي، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
يعني هذا ابسط الاشياء هو الماء يعني، وهذه مشكله. والناشد احنا يعني تعبنا، ما عندنا ظل صبر، وهاي الناس كلها هسه تجمع، هاي جزء 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 بسيط، جزء بسيط من هذا التجمع. احنا يعني مشروع جبينات ومشروع جاهزه، ماكو ضخ يعني، يجي ضخ قليل كل اسبوع. وين اكو يعني منطقة 15 يوم ماي ما عندها، عشر 14 يوم ماي ما عندها، كارثة. العالم جاي تعاني، فاحنا تعبنا بعد هذه المناشدة. إذا ما صار النحل راح نسوي أمور تصعيدية، نسوي مظاهرات بالمحافظة، لأنه ما ظل عندنا صبر نهائيا، ما ظل عندنا أي صبر. الناس ملت ملت، فما عندنا غير نسوي مظاهرات لعله أنه أحد يرحمنا، وهذا ما يبيه حتى أجر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتفاعلوا حول هاي القضية في منطقة زراعي التحرير بمحافظة ديالى، وعلقوا التعليقات التالية راح نقرأ لكم إياها الآن. أول تعليق على منصة فيسبوك من هادي آل علي يقول: صار 20 يوم ماكو مي وإحنا مركز محافظة، والله عيب. تعليق ثاني من أم علاء الدلفي تقول: إذا ظل هيك الأوضاع كلنا نهج من بيوتنا. تعليق ثالث من عدنان الشمري يقول: مو بس التحرير، معظم أهل بعقوبة ما بها مي. إحنا الناشد مسؤولين ديالة ناحية العبارة قرية السادة، لا يوجد مياه، ننطي فلوس لأصحاب المشروع المي ومي ماكو، نشتري تناكر ترى حتى الله ما يرضاها. وتعليق رابع من فلاح الأنصاري يقول: من واجب الحكومة توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتبليط الشوارع وبناء مدارس وتوزيع قطعة أرض لمن لا يملك سكن. هذه أساسيات البقاء لحفظ كرامة المواطن. كانت هاي أغلب التعليقات من الأخوة الرواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا موقع فيسبوك، حول قضية زراعي التحرير، وأنه أغلب الناس الموجودة هناك دا تعرض بيوتها للبيع لأنه ما عندها مي تشرب، تريد تهج من منطقتها. حمزة من كربلاء، حياك الله يا حمزة. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا منين رجعت العصابات الحاكمه اليوم باحتلال الغاشق اللي نصبها على حكم العراق؟ فانا اقول اعتقد لا قانون لا عداله، يعني زياده ماساه العراقيين، الله وكله، يعني ولا يكون احد يعترف لا بالدستور، يعني وقادته هؤلاء المارقين من المارقين، ولا حتى بالقوات القمعية المجرمة الجيش الحكومي هذا وكل قادته المارقين السيئين الصيد، وحتى بالبرلمان وقادته وكلهم سيئين، والدي السيئين ذولا هذول بسببهم هم مأساة العراق كله، يعني كل الوفرسة هذه الحكومات، الكهرباء، المال، يعني مياه العواصم الترابية، تجريف النخيل والتخيل في ديالة، في زيادة الحوادث اللي تظهر في الآونة الأخيرة في أماكن عديدة، وعلى يد هذه العصابات الاحتلال، اي والله عصابات الاحتلال الغاشمة، سواء الميليشيات وسواء الجيش الحكومي هذا، كلهم هذول عصابات الاحتلال المارقين، اي والله. وشكرا. شكرا لك اخ حمزه. نطلع الى محورنا الرابع، وهي قضيه قديمه من المفترض انه ورا 19 سنه انه العراقيين نسوها. من المفترض في عام 2022 انه العراقيين ما يفكرون بهذا الملف وبهاي القضيه. ومن المفترض انه العراق تعدلت اموره، لكن انتشهد مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار بمنتصف العام 2022 ازدحام وسرعة على البنزين بالمحافظة. لا هاي مصيبة، لأنه مدينة الناصرية يعني بدها تتعب، ومن أيام وتشهد أزمة وقود اللي انعكست على المواطنين دون أي حلول من قبل الجهات المعنية. خلونا نتابع.
هذا المنظر عرفوه العراقيين بعام 2003. هذا المنظر اللي تشوفوه قدامكم بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عرفناه، لكن المشكلة أنه تصير اليوم بالناصرية بسنة 2022 بعد ما رفع العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ورغم من المفترض أن يكون العراق مرتاح ماديا. علما للي دا يتابعنا أحب أقول لك ترى أنه العراق بلد نفطي، يعني إحنا مو بلد ما بينفط وبيسرى، إحنا بلد نفطي ونصدر للعالم نفط، وميزانية العراق معتمدة على النفط، وبالعراق عندنا سرى على البنزين مثل ما تشاهدون اليوم. هاي القضية أيضا ما مرت مرور الكرام الأخوة المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقع فيسبوك علقوا على هذا الموضوع. عندنا حيدر المالك يقول حتى بالبصرة نفس الشيء، ما نعرف شنو السبب، الجماعة رجعونا إلى أزمة 2003 و2004، البلدان تتقدم وإحنا نرجع لورا. عندنا سالم شهد يقول صوت الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ والمركزية المتمثلة بالكاظمي وفسادها. عندنا أكرم كامل الصالحي يقول هذا العراق عود يمتلك رابع احتياط نفطي بالعالم وهيش صاير بيه، زين إذا ما عنده نفط إيش راح يصير بيه؟ وعندنا محمد عبد يقول إلى متى تبقى الأحزاب تتحكم بالناصرية؟ قضية أزمة الوقود عرف العراق بال 2003-2004 بسبب الاحتلال وبسبب الحرب، وراها بدأ العراق يتعامل بنظام الفردي والزوجي، لكن فعليا اليوم احنا بال 2022 وعدنا قضية ازدحام في محافظة ذي قار، وأول تعليق يقول بالبصرة أيضا عدنا مشكلة وقود وعدنا أزمة وقود. قبل فترة العام كانت عدنا أزمة ثلج همينة بالبصرة تحديدا. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العزيز إحنا من نحكي ومن نحكي الصحيح، أشو قناتكم هم قامت بتيجي الحكي الصحيح ليش؟ نعم. قناتكم الموقرة على راسي قمنا من نحكي الصحيح جم. صوتك ذا يقطع أبو عبد الله، أعتذر منك والله ما قاعد أسمعك. أستاذ العزيز أستاذ أثل إيه أرجع قبل 2003 البازي كان أرخص لنا زين. إحنا من نقول 2003 صار صدام حسين أنتو رأساً عمل الاتصال، الحين ليش ما نحكي الواقع صار بالعراق؟ يا عم المستلمتنا ما فيها عصابات يعني هسه أنت هسه طلعوا بالمرور تعال غير اللوحات مال السيارات، والله هذا الدولي من احنا وين طالعين؟ وين طالعين؟ الدولي يخدم الكاظمي وربعه، هذول يخدمهم، ما هو يخدم المواطن الفقير اللي عنده سياره لو عنده ستوته بسيطه ماكو يشتغل بها على باب الله، هذا اللي بده رقم زين. اكو ناس ما يطلبها كل شيء، يعني ما يطلبني كل شيء، زين شلون بده رقم؟ يعني انت من تجي تقيس المرور احسبها قبل فتره شو طلعت؟ كم مليار كم تريليون؟ يعني هذا البنزين هسه راح ينباع، ترى لا تنباع بالداخل نعم بالمحطات الاهليه والحكوميه، زين وارداته وين عتروح؟ ما نقول النفط راح يطلع برا العراق، يعني ترى هسه هاي ماكو هاي اللغوه مال دوله وما عاد تصير دوله وما عاد تشكل حكومه. نعم نعم أبو عبد الله، انقطع الاتصال يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك. محمد من الناصرية حياك الله يا محمد. محمد أبو جاسم تسمعني؟ يبدو أنه الاتصال انقطع ويا الأخ محمد. أبو محمد من السماوة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله أبو محمد. الله يحييك. طبعا من أبرز ملامح حكم أحزاب الإسلامية حكمت بعد 2003 بسبب الغزو الأمريكي الغاشم على العراق هو هذا اللي جاي يصير، هو
انه سرق للمشتقات النفطيه في محافظه الناصريه وسرق لاموال الشعب بشكل اخر، اللي هو هذه الايام اللي جاي يصير عندنا مثلا حمله على اصحاب الدراجات مره. انا قد سؤال لوزاره الداخليه، اذا انتم هيك هاي الدراجات اللي هي هسه هاي الصغيره تاخذونها وتاخذون عليها، طبعا هيك يعني تعسف يا استاذ اسد ومجحف. نعم. وياخذون جبايه يعني يجبون، اذا انتم هاي الناس هي انتم تاخذون عليها هاي الضرائب وجامعين بالبصره كذا يار دينار وكذا بالناصريه وكذا بالسماء وكل المحافظات. وبعدين طالعين السالفه هذه الايام حجه انه النظام انه حوادث كثيره تصير ولابد من انه المسائق تلبس حزام الامان وتلقيهم شرطه المرور لازمين الشوارع ولا تلبس حزام الامان وغرامات يعني طايحين لك دق غرامات بالناس. يعني هو هذا حل؟ اذا ما عندك بنيه تحتيه انت شوارع تعبان شلون انت تريد تطبق النظام وتطبق حزام الامان وتحدد بالسرعه؟ لان انت هاي السيارات هاي الدراجات الا مثل البلد اذا انت تاخذ غرامات على هذه السياره وعلى هذه الدراجه وتريد تطبق النظام بشكل عشوائي، يعني ماكو نظام صراحه. فكثيره مشاكل العراق، هاي ابرز ملامح الحكم للاحزاب الاسلاميه العميله اللي حكمت العراق بعد 2003، راح تنذكر بالتاريخ وتنذكر حتى بالاجيال القادمه. جيل من بعد جيل، اعتقد راح تتضمن حتى بالمناهج الدراسيه وتصبح عار لهم. لان هم ما حكموا العراق حكم صحيح، وناس اجوا حتى ينزلون اجندات اقليميه ما حكموا العراق، وهم من البدايه قايلين لايران انتم في العراق راح نخليه يعني انه تابع لايران وهو يتم بامر ولي الفقيه. هذا اللي افتهمناه وعرفناه، هذا صار حقيقه للمسلمات ولازم الناس تعرف كلها الناس او الشعب العراقي كله يعرف هذا الشيء. ما كنا احنا نغشم انفسنا ونقول انه ليش يصير هاي الازمات ليش يصير كذا، هم ناس متعمدين. حتى هذه الازمه اللي صارت في الناصريه ما المشتقات النفطيه صارت قبل شهر بالديوانيه، وطلع بعدين افتهمنا انه سبب هذه الازمه بالديوانيه انه معهد المشتقات النفطيه. وين شركة المنتجات النفطية هو يمكن من تيار الصدري والاخ زعلان ما ادري ويانه وصاير معانا بينه وبين شركة المنتجات النفطية ومعطل لك المحطات والحفظ الله ثروات. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. محمد من الناصرية حياك الله. الو. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك أستاذ أسد الغالي حبيب قلبي. حياك الله أخوي. الله يبارك فيك، الله يخليك أستاذ أسد، تحياتي لك وقناة الراشدية الكريمة. الله يسلمك يا غالي. أستاذ أسد، بالنسبة للموضوع موضوع فلس السلاح والانتشار، هذا كليته مقصود أستاذ. نعم يعني ليش؟ عصابات. ليش مقصود؟ عصابات يقتلون الشعب، يعني والله حتى يقتلون مظاهرات، وهذا السلاح انفلت القتل المظاهرات مقصود. الله يشهد بالقران الكريم، انا هسه ما محلفني، انا عمري 33 سنه من قضاء الشاطره، 33 سنه بدون زواج، دخل جيجاره ما عندي قسم بالقران الكريم، املك رطب النار مليارات دولارات يعوفوها بسهوله، مستحيل من المستحيل يا استاذ، والله مستحيل بالقران، اذا ما زلازل زلازل والله يلا نزيحهم من المستحيل. نعم. يعني شنو استاذ افل، ما في يعني عصابات والله العظيم، حكومه عصابات شنو؟ ما يعني ما في شيء والله العظيم، عصابات حكومة فاشلة هسه بالناصرية، شو الوضع بالناصرية الخربان حيل، فوضى بالناصرية، فوضى يعني عارمة والله، ما تقدر تطلع للباب تقرا، قتيل خطوف ما كمان ما من شغل ماكو، وضع تعبان، زواج ماكو،
يعني الوضع معقد بشكل. نعم. ما دام إيران والأحزاب هاي تحكم بالعراق ماكو فائدة، إيران تحكم ماكو فائدة استاذ، والله العظيم ما زلازل إذا ما مظاهرات حقيقية من البصرة مظاهرات كون نساء ورجال تشلحهم شلع قلع من العروض. نعم. يا استاذ نعم. بالنسبة لموضوع المظاهرات استاذ، المظاهرات يعني ما أشوفها يعني مظاهرات حقيقية. بس يكون إسلامكم نساء ورجال. فهذا مو حل استاذ. إذا مظاهرات تكون حقيقية نساء ورجال تطلع، حتى النساء تطلع. حتى النساء هنا قاعدة بالبيت، أطلع مظاهرات، أطلع وين الشباب والرجال والنساء. بس أخ محمد، ثورة تشرين شهدت خروج نسوي كبير وراحت ضحية هاي الثورة العديد من النساء اللي ناشطات وفي محافظات عديدة. نعم استاذ صحيح. نعم. محافظات عديدة بس استاذ مو الكل، يعني خلينا نقول يعني 5% مظاهرات، يعني مو ذيك المظاهرات للأمانة. يعني هسه اكو نظر كل المظاهرات، يعني اكو عون الولد او البنيه يطلعون للمظاهرات استاذ للمستفادين. يعني شلون مثلا واحد يخاف على المصالحه يقول لك انا ينقطع راتبي او ينقطع فد شيء، يعني يمنع بنتي او ابني. نعم هذا فعلا. نعم. فهنا المشكله يا كل بعض يخافون على مصالحهم. نعم. فيا استاذ فعلا اذا ما يجي، يعني انا اقول لك تنظيم قاعده لو داعش يعني يخرطها خرط، يعني يجيك بوجه كون ثاني يخرطها كون داعش. يا استاذ أفل نقطة ثانية إذا سمحت لي، بالقرآن الكريم استاذ أفل سبق دمار العراق هم الشيعة. إذا سمعني أسمعك. دمار العراق الشيعة بالقرآن، أقسم لك بالقرآن الكريم الشيعة، يعني الله بلانا بالشيعة يا استاذ أفل. لا أخي محمد يعني العراق وطوائف العراق ما نريد ندخل في هذا الباب، لأنه ثورة تشرين أثبتت أنه ماكو طائفية بالعراق. بس من رخصك أخوي العزيز الطائفية ما مقبولة ببرنامج صوتكم، لا أنا ولا أي شخص راح يقبلها أنه نقول هاي الطائفة مو زينة، لا. لكن سبب دمار العراق تقول لي مثلا اللي حكموا البلد بكل طوائفهم، أي بس تجي أنه تتهم طائفة كاملة متعايش وياها العراق على مر سنيني، متعاصرين وياهم مآصريهم وعايشين وياهم أخوة كبيرة جدا، ما عرفنا هاي الطائفية إلا بعد عام 2003 نجي هسه رسخها، لا أخويا اعذرني. استاذ أفل الشيعة اللي أحكي لك الشعب الشيعة صار بالناصريين. يا استاذ أفل مو أخي محمد، أخي محمد يعني أنت 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 تكلمت مثلا عن القاعدة وتكلمت عن داعش، هذا أولا ذني منظمات إرهابية ما يمثلا أي فئة عراقية، ولا الشعب العراقي يقبلهن ولا احنا نقبلها. شغلة اللخ، انت تكلمت عن مثلا عذرا اخوان الشيعة، انت قلت الشيعة هم سبب دمار العراق، كلمتك هاي. نعم. شكرا جزيلا لك اخ محمد. ارجع واقول لا ولا عراقي بالعراق يقبل فكر اي تنظيم ارهابي، لا اني ولا اي عراقي من ادهوك الى الفاو. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الطوائف العراقية كلها على رأسنا، احنا ما نقبل نتعامل بالطائفية اللي الحكومات دا يتعاملون بها ويا شعبنا. احنا عراقيين همينا من ندهوك للفاو، كنا نحمل جواز عراقي وكنا نحكي نفس اللهجة وكنا عراقيين. ابو عبد الله من صلاح الدين رجع لنا، حياك الله. الو استاذ السحر حبيبي، احب اصلح الاخوي محمد من الناصرية. ايه الصوت هسه جدا واضح. نعم. يقول سنة وشيعة، المفروض ما يقول سنة وشيعة، احنا نقول اهلنا البيت جنوب. نعم. سالك الله يسالك ويسالك. اصلح لاخوي ابو محمد من الناصرية. اسمع، احنا نقول اهلنا البيت جنوب، هاي السنة وشيعة اكو احزاب جابتها استفادت من عندها. نعم. لان ماكو هاي انت ارجع قبل 2003 اللي يقول سني وشيعي تصون لسانه، ماكو عراق كله واحد. يعني انت طلعت بالفيديو من حيمشي اعراب هو لابس مرقب ولابس العمامه مال سيدنا الرسول،
يعني انت عسكري لو ملا ما جامع، انت عسكري لو ملا ما تقنيه، اذا ملا هو حلم وحلم الشباب ماكو، خلي تعوف هاي الكفله، تعوف تضرب المخدرات، تعوف تعوف. انت مو جاي والله تسوي استعراض والله لابس حمامه. انت المفروض تقعد بحسينيه وتعلم الاطفال، تعلم الشباب، تعلم تعلم من 18 30 سنه تعلمه. على طريق طريق المخدرات، الدول الخارجيه اللي تدمر المخدرات. يعني انت شوف هسه عندك هذا، هذا وين رايح انت والجبه مالتك؟ والله حتى تمشي يسلم، انت اطلع على منبر، على منبر سيدنا الرسول واخطب خطبه حلوه، اخطب خطبه حلوه توحد الناس، تعلم الناس. نعم. وقبل كم يوم من يطلع عكري يضرب بنت بالمظاهرات، يعني هاي قبل 2003 ما يدري يجيب اسماء، لان من يجيب اسماء انت تقطعون الاتصال. هاي البنت اللي انضربت قبل تسمى الماجده العراقيه. نعم. يعني هذا الحكي صار، يعني حكي تكتلات بعصابات، ومن انقطع الاتصال قلت لك اكو جبايه، اكو جبايه للمرور، واكو جبايه للدوائر مال الدوله وللجمارك. نعم. وللضباط. يعني هاي وين عفوا؟ نعم شكرا 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 لك ابو عبد الله. اسامه من كركوك حياك الله يا اسامه. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا تحيه لحضرتك وكادر البرنامج والمستمعين الكرام. على الراس اخوي. الله يسلم راسك. استاذ بالنسبه لموضوع الشرطي اللي ابو الحمايه مال المدرسه اللي ضرب المواطن. هذا مثل ما يقول مقدرات. يعني انتم شايفين من الشرطه واللي يسمونه باسم قوات امنيه شو يسوون بالعالم؟ انا واحد من الناس داومت وياهم ببغداد، الله وكيلك كان يجيني اوامر يتعمدون يسوون ازدحامات، يتعمدون ياذون المواطن. هذا ليش؟ واحد. اثنين تجي توجيهات لاذلال المواطن، لاذلال الشعب، هذا الشيء واضح. والا شنو اللي تفسره الروتين التحقيقي بالدوائر؟ انا عندي دعوه بالمحكمه، محكمه صار لي 9 اشهر ارقص، الدعوه داخليه لحد الان القاضي ما متخذ بها قرار ومقدم لي ادله وتراهم على الجريمه، ادله كامله كامله تحت لي لحد لا. الان كتابنا وكتاب هذا اثنين ثلاثه. بالنسبه للتظاهرات اللي جاي، تظاهرات عني ما تفيدنا، تفيدنا ثوره عارمه، ثورة نشيل ذولا نشيلهم نهائيا. نعم. ونرجع قيمة العراق، العراق الشعب العراقي ترجع قيمته، ترجع راسه مرفوع بين الشعوب. مو الكويت، الكويت بجد الشعلة تضحك علينا الكويت وتتعدى على الصيادين مالتنا، ما بقى قيمة إلا عني. هذا الحكي الصحيح، لا تقول لي تظاهرات، يطلع لي واحد تظاهرات وشايل العلم العراقي، ليش هو هذا العلم منو خلاه؟ مو الطبقة السياسية الفاسدة؟ ليش هم محترمين العلم؟ مو انت شايل علم غرب طبقه شتلوك يا متظاهر؟ اطلع حكي، متى يصير الحكي؟ مو الحكي والله اطلع تظاهر اقوم العمليه، يا عمليه سياسيه يطلعون يحكون جماعه الاطار باسم المكون الشيعي الاكبر. ما انت 19 سنه تحكمون، انتم الشيعه تحكمون 19 سنه للاحزاب الشيعيه، ايش قدمتوا لنا؟ قدمتوا لنا احنا مي شرب ما عندنا، كهربانة الناس ما عندنا. هذا هيك يصير الحكي، لا يطلع واحد يقول لي تظاهر وفلان. نعم شكرا شكرا لك اخو سامي. وردنا عبر خدمه انت ترى اللي خصصتها قناه الرافدين لاجل ان تنشرون ما توثقوه المناشده من الحاجه ام عباس من محافظه بابل قضاء المسيب بانهاء قضيه ابنها اللي عندها ولد قتل على اثر مشاجره مع جيرانه. ورا مرور سنه من الحادث أهالي المتهمين بجريمة القتل رفعوا دعوة قضائية على ابنها الثاني، ادعوا أنه ابنهم أو ابنها قام بضرب ابنهم بسكين، وهو ما سوى هذا الشيء، وقاموا بتهديد العائلة والمساومة على تنازلهم من الدعوة، دعوة القتل الأولى، والتهديدات مستمرة لحد هذه اللحظة. وعليه أم عباس بينت هاي القضية ودزت مناشدة عبر نافذة أنت ترى. أني بذحوا ابني هعيني، وهي صار سنة وذولا عندهم متنفذين ولسه قضية ابني لا حكموهم لا راحوا للحلة، وأني لا حول ولا قوة وما عندي أحد. هذا كتله، هذا وقع بالعتبة ومات، وقاعد يركضون ورا الثالث
تقريض من الداخلية ومروتهم ذولا قاعد يركضون ورايا وعندهم متنفذين واني ما عند احد وريد من عندكم انتو تتباوعوني وتشوفوا ليش هيك القضية هاي السنة ابني لا حكموهم لا شافوا نايمين بالاسكان وكل شي ماكو مروتكم وهسه اجى التقرير وهسه راح يعودي يقولون نصعد للحلة وريد من عندكم انا ما عند احد ذولا ولدي راحوا وهذا ابني المريض وانا اريد من شباربكم انا تعبت تعبت ما اقدر لهم مالي انا ما اقدر لهم مالي ما روح يدي ما عندي احد ولدي وزوجي كلهم ماتوا حتى اخوتي سته ماتوا والله ما عندي احد يزرعكم كل شيء ماكو لا اخذت ولا حصلت ولا حتى الفاتحه ما عندهم الديل والله ما عندي واربع دار اطبلون انتو وانت يركضون ورا ابني الواحد كل شيء ما اريد منكم اريدوا ليدي اريدوا ليدي لان هذا الفقير مستكين عليا ما تلاقى عباس فاضل ولؤي فاضل ودري يعني زوجة ما توصل فضل الدري ما عندي واحد واحنا اربع اخوات وهذي ما عندنا ولي ومدوا هذا ولينا فقير مروتكم وشواربكم لولا عندهم متنفذين انا ما عندي احد بدال ابس بدال اركوب. كانت هاي مناشدة حاجة أم عباس حول قضية ابنها اللي من المفترض أنه هي رفع دعوة على قتلة ابنها عباس الكبير وقالت عندي ابن ثاني مات بغير مكان وعدها ابن ثالث اسمه دريد اللي رافعين عليه الدعوة. من اللي رافع عليه الدعوة؟ قتلت ابنها عباس اللي هو هذا اللي رافعين دعوة على ابنها اللي يقولون على أساس أنه ابنها ضاربهم أو شايل عليهم سجين. هاي المناشدة من الحاجة أم عباس من قضاء المسيب بمحافظة بابل، نقلناها لكم وأتمنى أنه تسمعوا مناشدتها. موضوعنا الثالث اللي هو تويتر. فعل المغردين على منصة تويتر مع وسم مباشرة خريجي الصحة للتعبير عن تضامنهم مع خريجي المجموعة الطبية اللي طالبوا بالتعيين وإنهاء التسويف الحكومي في إصدار أمر مباشرة خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية وعدم إطلاق الدرجات الوظيفية. وأكد الخريجين ببيان لهم الخروج بتظاهرات حاشدة أمام وزارة المالية للمطالبة بإطلاق الدرجات الوظيفية وتطبيق التعيين المركزي في حال عدم الاستجابة لكم. اخترنا لكم بعض التغريدات على وسم مباشرة خريجي الصحة، نتابع هاي التغريدات. أول تغريدة من نور تقول: إلى وزارة المالية، نحن خريجي المجموعة الطبية والصحية دفعة 2021، إن لم تطلقوا درجات وظيفية لنا سنخرج في مظاهرات كبرى أمام مبنى وزارة المالية وأي جهة أخرى ستكون معرقلة لمباشرة الخريجين خلال الاجتماع المفترض عقده خلال الأسبوع القادم. استعدوا لثورة خريجي الجيش الأبيض، هاشتاغ مباشرة خريجي الصحة. محمد تقي يقول: كنا ولا نزال صوتا ينطق هيهات من الذلة، استعدوا يا أرباب الحكم، فعندما تماطلون في حقوق الشعب عليكم أن تستعدوا لثورتهم، عليكم وخريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية على أتم الاستعداد، هاشتاغ مباشرة خريجي الصحة. مسلم يقول: إذا كانوا يظنون أن سكوتنا خوف أو استسلام فنحن نبلغهم أن ثورة قادمة، هاشتاغ مباشرة خريجي الصحة. ونور علي تقول: بدأ التحشيد، ثورة خريجي الجيش الأبيض قادمة، من يعرقل يتحمل النتائج، ليقف بوجه قوم يرفضون الذلة ولا يقبلون أن يسلب أحد حقوقهم بحجج سياسية لا ذنب للشعب بها، هاشتاغ مباشرة خريجي الصحة. كانت هاي أغلب يعني أبرز التغريدات اللي غردها المغردين على منصة تويتر حول هذا الهاشتاغ اللي أصبح ترند اليوم في العراق وهو مباشرة خريجي الصحة. مشاهدينا الكرام، كانت هاي أبرز النقاط اللي نقلناها لكم في حلقة صوتكم لهذا المساء. المشكلة أنه إذا نرجع إلى ملفنا الأول فرح نلقي أنه الملف الأول شخص يستهتر ويستخدم سلاح ويضرب مواطن أمره بالستينات. القضية الثانية
هي الطلبة المتميزين اللي من المفترض أنه أكو اهتمام من أي دولة تحب أنه تتطور. أول اهتمام يجري بالتعليم، وثاني اهتمام يكون بالمتميزين في سلك التعليم. ملفنا الثالث اللي هو زراعي التحرير في محافظة ديالى، اللي يعانون من شح المياه، أو تحديداً يعانون من جفاف المياه، لأنه المواطن اللي طلع اليوم يقول أخ 15 يوم أنه إحنا ما عندنا مي، فشلون نعيش إذا إحنا ما عندنا مي؟ وأغلب الناس ده تعرض بيوتها للبيع لأنه ما عندنا مي. ملفنا الرابع كان اليوم أزمة الوقود في بلد يعتبر من كبار بلدان العالم في تصدير النفط، أحد مؤسسي منظمة أوبك لتصدير النفط، بلد ميزانيته تعتمد على تصدير النفط وميزانيته ملياريه وانفجاريه، وهذا البلد اللي هو نفطي وميزانيته انفجاريه، وهذا البلد اللي صدر الى كثير من بلدان العالم، يعاني من أزمة وقود، واكو سرى بنزين في محطات الوقود. مناشدة أم عباس من بابل نقلناها لكم. واخر شيء التغريدات الأخوة خريجي وزارة الصحة. بالنسبة إلى الواتساب، أعتذر منكم، ما أرسل أي مواطن رسالة واتساب إلى البرنامج اليوم. أتمنى بالحلقات القادمة أنه تشاركونا عبر اتصال على أرقامنا، وأيضا اللي ما قدر يشاركنا يدزلنا رسالة يبين لنا رأيه بالموضوع. نلتقيكم على خير إن شاء الله باشر بحلقة صوتكم من جديد بنفس الموعد. انتظرونا، في أمان الله.